ايه بس خليني بقول القصه قبل ممكن اقول القصه. اسلم اسلم. طيب هذا هذه القصه مضحكه بس عشان تضحكون الله عليك. اسلم لا تحرجوني خلاص. هذا شخص لا 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 هذا شخص يا اخوان شوفوا عشان اوريك فرق العادات فرق العادات كيف تكون. هذا شخص جوه اقاربه من الديره وساكن في الغربيه يقول قلت انا ابغى اكرمهم ففكرت يقولوا ليتي ما فكرت ايوه قلت ابغى اكرمهم سمك حلو يقول والله اني حطيت لهم بقيمه ذبيحتين سمك وربيان وحوي يقول ضبط وكلوا يقول اكلوا وخلصوا وعجبهم الاكل ومشوا. يقول يوم راح اسبوع كذا الا ابوي يدق علي فلان سود الله وجهك اخو عفا يا يبا وليش انت ما تستحي على وجهك سودت وجهي وانت اللي اوف عشان السمك اي قلت قلت له يقول انا ما جاء في بالي ذاك الموقف قلت يبا وش السالفه انا وش اخطيت فيه. قال الان يجونك فلان فلان ضيوفك وايش معشيهم انت كتيب والله اني حاط لهم سفره من هنا. قال يوم يسالونهم الجماعه وش عشاكم قالوا والله انهم معشينا تونه اخهم انطى الله اوب شلون قال حتى ما قالوا سمك قال يقول قالوا يقول والله معشينا تونه قلت قلت له يبا والله اني معشيهم من سفره من هنا الى وين معشيت وانا قيمه ذبيحتين لا اله الا الله. فلهذا ترى لا وبس اخطا نوعا ما البيئه هي يعني في ذاك الوقت يعني قديم السالفه ما كانوا يعرفون عادي مطاعم يروحون الان يعرفون لكن من اول ما يعرفون السمك ما يدري وش السعر وش الستيك عادي ستيك عادي الحين صاروا مطاعم يودونه ويعشون. ايوه ابو حميد ايش عندك ابو حميد؟ القصيده نبي القصيده القصيده بعدين الفقره القصيده حقت فايز العمر جبنا هذا اللي هذا خليه يعزمني دائما دائما يجيب سمك ابو سمك ابشر تم اليوم جبت السمكه حقه.